مشاهدين أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. البداية بالعناوين. بمشاركة الجزائر انطلاق وأشغال مؤتمر دعم استقرار ليبيا بطرابلس الليبية، والعمامرة يؤكد دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا في محادثات على هامش الاجتماع. في غمرة الاحتفالات بالمولد النبوي والسيرة النبوية الشريفة، نشاطات مميزة بمقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي. ومن أضرار إبراز لدور الإمام في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال حفاظاً على وحدة الأمة. آليات دعم ومرافقة بتوجه مقاولتي لفائدة الشباب حاملي المشاريع في مجال الصيد البحرية، وبالمغير تكييف نمط التكوين عن طريق التمهين لولوج الشباب سوق العمل. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. والمستهل بالتعاون وبمشاركة الجزائر ممثلة في وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، انطلقت اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس أشغال المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا. وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة أن عقد هذا المؤتمر في طرابلس يعيد رمزيتها كعاصمة لكل الليبيين، مضيفا أن جهود الدول الشقيقة والصديقة أسهمت في وقف الحرب في ليبيا، مؤكدا دعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاقات في موعدها. وعلى جميع الليبيين احترام نتائج الانتخابات المرتقبة، كما أكد أن الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج الجميع ويجب التفاهم مع كل الأطراف لحل ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا. وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد وصل في وقت سابق اليوم إلى طرابلس للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا بدعوة من نظيرته الليبية السيدة نجلاء المنقوش. وتأتي مشاركة العمامرة في هذا المؤتمر للتأكيد على موقف الجزائر الثابت وتضامنها الدائم مع الشعب الليبي الشقيق من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية. وقبيل انطلاق أشغال المؤتمر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس محادثات ثرية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أكد خلالها دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا، معربا عن دعم الجزائر الثابت لهذه المبادرة التي ينتظر أن يكون لها الأثر البالغ في الدفع بالعمليات السياسية الجارية. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثات مع نظيرته نجلاء المنقوش، وتناول الطرفان علاقات التعاون الثنائية والمسائل المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، لا سيما دعم أمن واستقرار ليبيا. بالنشاط البرلماني، استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. الجلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأشغال العمومية والصحة. تحت رعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، نظم بمقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي الملتقى الدولي لإحياء ذكرى القضبانية العظمى لسيدي أحمد التيجاني بمشاركة وفد وزاري يقوده وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزير الشباب والرياضة، إلى جانب مشايخ من بعض الدول الإفريقية وعدد من الإطارات السامية وأساتذة. محمد شوقي بونيف.
السيرة النبوية المحمدية العطرة سيرة مليئة بالدروس والعبر، واتباعها هو بناء للشخصية السوية المتكاملة. وعلى هذا الأساس تم تنظيم هذا الملتقى الدولي بعنوان سيرة الحبيب المصطفى في عرفانيات القطب المكتوم سيدي أحمد التيجاني بمقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي بولاية الأغوار. ونحن إذ نلتقي اليوم لنبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرح بها أسلوب عمل ومناهج حياة للأبناء والأحفاد، لتكون سلاحهم الفعال في معركة البناء والتحدي الحضاري التي يخوضونها، فيدافعوا عن أنفسهم الهجمات الشرسة التي شنها عليهم أعداؤهم، والتي تستهدف دينهم وتاريخهم وقيمهم ومبادئهم. نيابة عن الوفود المشاركة التي جاءت من السنغال ومن مالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا، تقدم بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى السلطات الجزائرية المركزية والإقليمية والمحلية، وأيضا رئيسا وحكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. الحفاظ على المرجعية الدينية والحفاظ على السيرة النبوية بمقر الزاوية والطريقة التيجانية لها دور كبير وبعد عالمي بتعزيز التقارب بين المريدين وتوطيد العلاقات وتطويرها في الجزائر وبلاد الساحل وعموم إفريقيا، هو ما أكده المشاركون في هذا الملتقى الدولي. هذه الذكرى إن شاء الله دائما نحيوها ودائما نقف معها، لأنه تبقى تاريخ للمريدين التيجانيين عبر العالم كله. ونزيد نشكر سيد الرئيس، نقول له جزاك الله على وشكرا وأحسن الله إليك في هذه الذكرى اللي حيتها، وزدت تحيتها في مولد النبوي الشريف، وزدت تحيتها نديروا فيها ذكر الشيخ سيدي أحمد التيجاني. الجزائر التي جمعت محاسن كل جزيرة، جزيرة وجزيرة وجزيرة على حسنهن، جمعت كلها في الجزائر، هذا البلد الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرضنا متمسكة تربتها وهواؤها وماؤها وغذاؤها بتربة المدينة المنورة، على ساكنها الصلاة والسلام. ومن بين الأهداف السامية لهذا الملتقى هو إبراز مدى تأثير الطريقة التيجانية في لم الشمل بين الشعوب، وتعزيز المكانة في نشر الإسلام والدعوة ومحاربة كل أنواع العنف والتطرف في إفريقيا والعالم. ولمزيد من التفاصيل حول هذه الاحتفالية المميزة بمقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي، يلتحق بنا على المباشر الزميل خالد بن كرينا. خالد، هل من تفاصيل حول هذه الاحتفالية؟ نعم، تحية مسائية لك زميلتي، تحية مسائية لمشاهدينا الكرام. إذا نتواجد الآن بالمجمع الديني أحمد أو المجاهد الشيخ عبد الجبار التيجاني بعين ماضي بولاية الأغوات، أين تنظم أو حيث تنظم الخلافة العامة للطريقة التيجانية برعاية السيد رئيس الجمهورية، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ملتقى دولي. الملتقى الدولي بعنوان الشيخ أبو العباس أحمد التيجاني وعنايته بالسيرة النبوية. بهذا الحدث يحضر معنا أحد منظمي هذا الحفل السيد تيجاني إدريس. مرحبا بكم سيدي. بداية، ما هي أهم الرسائل التي ربما حملها هذا الملتقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جاء هذا الملتقى يدور حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره، ومنهج الشيخ سيدي أحمد تيجاني في قراءته للسيرة النبوية، وفي هذه الأيام المباركة للمولد النبوي الشريف، وما ينطبع وما يترتب على ذلك في منهج أتباعه في الطريقة التيجانية عبر العالم في نشر الإسلام وتوعية الناس وإيصال الخير للناس. هذه أهم الرسائل التي ظهرت في هذا الملتقى، وظهرت فيها الحمد لله، جاءت وفود كثيرا من خارج الوطن ومن داخل الوطن الحمد لله، وتمت بنجاح وكللت بنجاح الحمد لله، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى وباقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجهودات السيد الرئيس جزاه الله خير، والوفد المرافق من وزراء، وزير المجاهدين ووزير الثقافة ووزير الشؤون الدينية والولاة وكل من حضر، فجزاهم الله خير. الحمد لله تمت الفعاليات، وب
بعناية من شيخ الزاوية سيدي بالعربي رضي الله عنه وكل القائمين، فنشكرهم على ذلك شكرا جزيلا وبارك الله فيهم وأحسن الله لهم والحمد لله رب العالمين. نعم، إذن شكرا جزيلا السيد تيجاني إدريس، كان معنا ووضعنا في صورة كعامة حول الملتقى الدولي الذي نظمته الخلافة العامة للطريقة التيجانية في العالم برعاية السيد رئيس الجمهورية حول الملتقى الدولي، كان كما ذكرنا بعنوان الشيخ أبو العباس أحمد تيجاني وعنايته بالسيرة النبوية الشريفة. نربط الخط معكم زميلتي، تفضل. خالد، وللضيف الكريم على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من مقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي بولاية الأغواط. شكل موضوع رسالة الإمام رهانات وتحديات محور الملتقى الوطني العاشر الذي تنظمه المدرسة القرآنية ملك بن أنس بقصر القديم بأدرار بحضور أئمة وشيوخ زوايا وأساتذة. وهبة مزوج، لطالما كان الإمام جزءاً من الحصن المنيع من غزو المرجعيات الدخيلة. وتكلمنا في عدة مواضيع، تكلمنا عن التسامح في الإسلام، وتكلمنا عن الوسطية والاعتدال، وتكلمنا على محبة الوطن، وتكلمنا يعني مثلا على دور الأسرة في المجتمع، لأننا دائما نحاول أن نعالج قضايا من قضايا المجتمع. نسعد بالمشاركة في هذا الملتقى الوطني المبارك الميمون تحت عنوان رسالة الإمام رهانات وتحديات، وانطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. من خلال هذا الملتقى أبرز المتدخلون الجهود الجبارة التي يبذلها الإمام الجزائري سواء أثناء الاستعمار الفرنسي أو في محاربة الطائفية والتطرف والتفرقة بين أفراد المجتمع. فولاية أدرار معروفة بكثرة الأئمة فيها والدعاة المصلحين، فتثمينا لقرار السيد الرئيس رئيس الجمهورية جعلنا هذا الملتقى حول الإمام ودوره في ترسيخ المرجعية الدينية وفي كذلك تلاحم المجتمع فيما بينه. رسالة الإمام رسالة نبيلة وكبيرة جدا، طبعا ينبغي على المجتمع كله بكل مؤسساته أن يسعى إلى ترقيتها وتطويرها، فهي مسؤولية متبادلة، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية سياسية، ينبغي على الجميع قلت أن يسهر وأن يتعاون من أجل ترقيتها وتطويرها. وللإمام أهمية بالغة في الحياة العامة من خلال جهوده في التعليم القرآني وصون المرجعية وتكريس نهج الوسطية. شارك اليوم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين مهدي وليد عبر تقنية التحاضر عن بعد في القمة الأوروبية الإفريقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار اقتصاد استدامة إنسانية. وتهدف هذه القمة إلى تعزيز روح المقاولاتية التكوين والاستثمار بين أوروبا وإفريقيا، وكذا تشجيع التعاون في بناء شراكات بين القارتين، حيث أكد الوزير المنتدب خلال مداخلته على مجهودات الدولة في دعم الشركات الناشئة ومنحها فرص للاستثمار. تم بولاية سكيكدا إطلاق البرنامج الوطني للمشاريع التحفيزية الموجهة للحرفيين والمرأة الماكثة بالبيت، وذلك في إطار العمل التشاركي بين قطاعي الصيد البحري والتضامن الوطني. عما طوبال، بمعرض ولائي للمستفيدين من جهاز القرض المصغر شمل مستفيدين في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، تم عرض إنجازات بعض المهنيين في مجال خياطة الشباك، تربية أسماك الزينة والصيد البحري التقليدي. وبالمناسبة تم تنظيم ورشات تكوينية في اختصاصات مختلفة موجهة خصيصا للمرأة الماكثة بالبيت. عاونتنا لا شومبر غرفة الصيد، وعاونتنا دي لونجام، الحمد لله تما نقدروا من درك هكذا بالقرض هذا نقدروا نطوروا شويه. بعث تكوين في خياطه الشباك وتمليح الاسماك لفائده جمعيتين نسويتين على مستوى مدينه القل، راحين يتلقاو تكوين في هذا الاختصاصين على امل حصولهم على دعم في نهايه تكوينهم.
من جهة أخرى تم تصدير برنامج لدعم انخراط الفئات الهشة في الحياة المهنية مع توجه مقاولات يوفر أكبر عدد من مناصب الشغل. خصصنا كقطاع تضامن عن طريق الوكالة الوطنية لتسهيل القرض المصغر حوالي 1000 حصة بعنوان 2022 للاستثمار في هذا المجال. هذه فرصة سانحة من أجل تحقيق هدف القطاع اللي حددنا في سنة 2024 هدف بلوغ 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وبغية تعميم الفائدة تم إطلاق قافلة تحسيسية تجوب مواقع تجمع مهني الصيد البحري بولاية سكيدة حول أهمية الاستفادة من مزايا القرض المصغر وكذا تأمين الأعداد والتجهيزات. ولتمكين شباب التكوين المهني من ولوج سوق العمل خصصت مديرية التكوين وتعليم المهنيين بولاية المغير ما يفوق 60% من مجمل المناصب البيداغوجية المعروضة في دورة أكتوبر الجارية لنمط التكوين عن طريق التمهين. المزيد مع حمزة ملوح. رفقة زميله في الدراسة يتلقى الطالب محمد السعيد دروسا تطبيقية بمحطة تحلية المياه الشروب لولاية المغير، يكتسب من خلالها مهارات وفنيات تقنية تؤهله في المستقبل القريب لولوج عالم الشغل. لم يحلفني الحظ في شهادة البكالوريا، الآن اخترت تخصص معالجة مياه استغلال محطات معالجة المياه لأنه متخصص جديد. الهدف من التكوين هو استكمال الجزء النظري اللي قاموا به في المعهد المتخصص. يتم تعليم أو لا يتم تكوين على مستوى المحطة بتكوين تطبيقي داخل المحطة. ويساهم نمط التمهين في تخفيف الضغط على مختلف مراكز ومعاهد التكوين المهني التي تسجل إقبالا متزايدا من طرف الشباب نظراً للتخصصات الهامة التي توفرها. لما يتلقى شروحات وتكوين وتطبيقي على مستوى المؤسسة راح يكون ولوجه لعالم الشغل واندماج في عالم الشغل سهل جداً وبسيط، يعني مباشرةً راح يكون مؤهل لما تكون في مصر شغل راح يندمج في عالم الشغل وراح يتعرف على الوسط المهني ولا العالم المهني مباشرةً. ويراهن القائمون على القطاع على نمط التكوين عن طريق التمهين لما يقدمه من امتيازات نوعية وتوفير اليد العاملة المؤهلة لمختلف المؤسسات الاقتصادية تماشيا مع احتياجات سوق العمل. في التنمية استفادت المناطق النائية بدائرة والهاسة بولاية عين تيموشنت بمشاريع حيوية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. خير أبو طالب. وسط هذه التضاريس الصعبة، قرية البراطلة من بين مناطق الدل بدائرة والهاسة بولاية عين تيموشنت عرفت تجسيد مشاريع تنموية مختلفة لفك العزلة على قاطنها. منطقة البراطلة هذه كانت معزولة، اليوم راه الحمد لله راه عندنا الطريق، عندنا الضوء، عندنا الماء. استفدت هي الأخرى من عدة مشاريع ومن بينها الطريق البلدي رقم 25 هذا بالخرسانة الزفتية على مسافة حوالي 3.5 كيلومتر، والإنارة العمومية والغاز، الغاز الطبيعي، ورايح نغطيه منطقة والهاصة اللي كلا البلديتين ممكن نوصلوا حتى 90%. كما استفادت منطقة ولد عزوز هي الأخرى من الربط بشبكة الغاز الطبيعي، ملعب جواري وكذا الإنارة العمومية. أولها الغاز خدموه راه باقي غير يطلقوه دروك، والطريق اللي كاودي كيطلقوا الغاز عاود يخدموا الطريق، والماء ثاني الماء راه ثاني تحسن ملحوظ في الماء. المنطقة كان يخصها بزاف نقائص ودروك داروا لنا سطاد، داروا لنا السكنات تاع 70 مليون 70، استفدنا غاية. إنجاز شبكة غاز المدينة للبراطلة 1 براطلة 2 العربيين 2 الشارف، هذه تعتبرها كلها مناطق ذل. أيضا سجلنا إنجاز الطريق الرابع الطريق البلدي رقم 26 الرابط الطريق الولائي رقم 3 بالدواوير تسيد حمان مصلى المزارية على مسافة 3.3 كيلومتر. ولاية عين تيموشنت ماضية قدما لإنجاز مشاريع أخرى، وضمان العيش الكريم هي من بين الأولويات. تتواصل بقسنطينة عملية تلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 وسط إجراءات صحية محكمة تقول ليندا شعبان.
تتواصل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل السلامة العمومية بولاية قسنطينة. حسوني بهذه العملية تاع التلقيح وجيت نلقح هنايا باش نحمي عائلتي. درنا الفاكسان باش نحمي روحنا وعدات بظروف مليحة. اون في لانتيروغاتوار سقسيوه على لي زونتيسيدون تاعو اي بوي ابخي نوجوهم لا فاكسيناسيون. توفير كل الإمكانات المادية والبشرية اللازمة هو ما تسهر على توفيره الجهات المعنية من أجل إنجاح العملية. مواصلة البروتوكول الصحي لحماية المواطن كانت عملية بالتنسيق مع مديرية الصحة لأننا نحمي أنفسنا بهذا التلقيح، وكانت عملية سابقة وكانت فيها نتائج إيجابية لمواصلة العملية البروتوكولية الخاصة بفيروس كوفيد 19. سنبقى إن شاء الله مجندون للوقوف ضد هذا الفيروس، وتبقى الوقاية هي الوسيلة الأنجع من أجل الحفاظ على الحياة البشرية. شهدت مدينة إليزي ليلة أمس تساقطا معتبرا للأمطار أدت إلى جريان الأودية، ما استدعى تشكيل خلية أزمة بالولاية تضم قطاعات مختلفة تدخلت بعدة أماكن على غرار سوق الماشية الذي غمرته المياه، حيث تم إنقاذ أزيد من 1000 رأس غنم ولم تسجل أي خسائر بشرية. إبراهيم بالخير. بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة إليزي ومرتفعات التصل نجر منذ أمس، وقفنا اليوم على فيضانات بكل الأودية، حيث تدخلت الفرق المختلفة للحماية المدنية بإنقاذ شخصين عالقين بوسط الوادي وتضرر سوق الماشية المحاذي لوادي إليزي، مع تدخل السلطات المحلية لإنقاذ أكثر من 1000 رأس غنم ومساعدة الموالين. اليوم على الساعة 6 صباحا تدخلنا من أجل إنقاذ عدد معتبر من أغنام والماعز والإبل حوالي 600 رأس حاليا، وما زال العملية متواصلة حوالي 400 رأس من الغنم والإبل. بعدما تلقينا نشرة جوية خاصة تم الاستعداد لذلك وحشد كل الموارد سواء البشرية أو المادية وتوعية السكان، ورانا نتابعوا في الوضعية عن طريق كل الأسلاك سواء أسلاك الدرك الوطني الأمن والحماية المدنية وكذلك الجيش الوطني الشعبي بمعية السكان والمجتمع المدني. المواطن كما الفلاح استبشروا كثيرا بأمطار الخير هذه، خاصة بعد الجفاف المسجل بكل المناطق الرعوية بولاية إليزي. أنا أديوين فراخا نور لهين دامه الخاطر ورنينا نجد فريرو يوي تلمسينا القدرة تلمسينا يمكن يشكى للوقت اللي تنغوى وسيكن يهسس سيكن الخيرات ربي قالوا اجراز انا واغي جن يجد يجن جين لا تمر توتني تبارك الله يدي فوا يجن يدي فوا يشكان يفوا الخوان يفوا الدونت تا غراتكنا نكن نفرح الحمد لله ها كنا نغيولاق أمغرنا كاللادي بجالك أنت. كما جندت السلطات المحلية لولاية إليزي كل إمكاناتها المادية والبشرية للتدخل الفوري وتقديم المساعدة للسكان مع موجة الأمطار التي تعرفها منطقة التصل نجر. أشاف اليوم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد الأزهاري بمقر المجلس على تخليد الذكرى 40 لليوم الإفريقي لحقوق الإنسان تحت شعار حقوق الإنسان في إفريقيا 40 سنة بعد المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وهذا بحضور رؤساء هيئات وطنية ورئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وممثل عن دول مالي الشقيق وممثلين عن المجتمع المدني. الزهاري أكد أن إفريقيا خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، لكن الطريق ما زالت طويلة لتجسيد هذه الحقوق، وهي فرصة للتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو أول حق منصوص عليه في هذا الميثاق الذي صادقت عليه كل الدول الإفريقية ما عدا دولة المغرب المحتلة للأراضي الصحراوية. الميثاق يؤكد ومباشرة في المقدمة يتكلم على القضاء على الاستعمار وتصفيته، هذا جعلها من الواجبات الأساسية للدول الإفريقية.
لأنه تقرير المصير هو أب وأم حقوق الإنسان، لا يمكن أن نتكلم عن حقوق الإنسان في غياب حق تقرير المصير. إذن فهذا بدينا في يعني لافونغو جاء في المقدمة ذاتها قال بأنه يجب إزالة الاستعمار ويجب أن تتضافر جهود الدول الإفريقية على ماذا؟ على تصفية الاستعمار وإزالته والاستعمار الجديد والتمييز العنصري وأيضا محاربة الصهيونية. ونحن نخلد هذه المناسبة القارية هو بكل بساطة، هل يمكن حقيقة الحديث عن حقوق الإنسان والشعوب في ظل احتلال أجنبي همجي قاهر وظالم؟ ألا يعتبر الاحتلال في حد ذاته نفياً كلياً وهدراً شاملاً لكل الحقوق والمواثيق وخرق لكل الشرائع الوضعية والسماوية على حد سواء؟ لكي تتضح الرؤية قليلاً عن فظاعة الجريمة المرتكبة في حق الشعب الصحراوي، لابد من التذكير بصفات هذا الاحتلال السيئة الصيت وعلاقتها بمنظومة حقوق الإنسان والشعوب. وبالموازاة شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في محاضرة عبر تقنية التحاضر عن بعد نظمتها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ببانجول بغامبيا احتفالا باليوم الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. نظم المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية زيارة موجهة لإفائدة وسائل الإعلام اطلع خلالها الصحفيون على مختلف مصالح ودوائر المخبر وأهم التجهيزات والمعدات المستعملة في الكشف عن الجريمة وحل الشبكات الإجرامية. أكثر تفاصيل مع فوزياتاج. الكشف عن الجريمة بمختلف أنواعها حيثياتها وأسبابها يتطلب استعمال معدات والمرور بمراحل تساعد في حل اللغز، مراحل كانت محل زيارة الإعلاميين في مصالح ودوائر المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية. اكتشفنا عمل الشرطة العلمية، تعرفنا على أكثر المعدات وآخر التكنولوجيات الحديثة التي توصلت إليها الشرطة الجزائرية وتعمل بها للكشف عن الجرائم بكل أنواعها. سمحت لنا كصحفيين خاصة الذين نشتغل على نشاطات مصالح الشرطة على التعرف عن قرب على خاصة على الوسائل والتجهيزات التي تتوفر عليها الشرطة الجزائرية اليوم، مما يمكن خاصة مع تطور الإجرام يعني في العالم وفي الجزائر أيضا من يعني تفكيك الشبكات الإجرامية بناء على أدلة علمية. الإعلاميون اطلعوا على التقنيات الحديثة والأنظمة المستعملة عالميا في مختلف المصالح التي تعنى بالتحري بأدق التفاصيل المرئية منها والمجهرية في مسرح الجريمة. أعطيت توضيحات حول المهام والإطار القانوني للعمل، وكذا مساهمة نيابة الشرطة العلمية والتقنية في السند، إعطاء السند لمختلف الأجهزة المصالح التحقيق الولائي. جولة إعلامية كانت فرصة لمعرفة التطور الملحوظ في المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية لفضح الجرائم مهما كان نوعها أو صعوبتها. دوليا وفي الشأن الصحراوي، وافقت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكية المكلفة بتخصيصات الميزانية على مشروع قانون يمنع اللجوء للأموال المخصصة للصحراء الغربية كمساعدة أمريكية لفتح قنصلية في مدينة الدخل الصحراوية المحتلة، وبالتالي وقف تنفيذ إحدى وعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمغرب. في الرياضة، اكتسح المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات نظيره السوداني بفوز ثقيل بنتيجة 14 هدفا دون رد، وهذا بملعب عمر حمادي ببولوغين لحساب لقاء ذهاب الدور التصفوي الأول المؤهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022. وبهذا ستخوض زميلات وسيلة علواش لقاء الإياب بأريحية والمبرمج يوم الثلاثاء المقبل بملعب أم درمان.
حظ موفق للجزائر في هذه التصفيات الإفريقية. نهاية النشرة إلى التذكير بالعناوين. بمشاركة الجزائر انطلاق أشغال مؤتمر دعم استقرار ليبيا بطرابلس الليبية والعمامرة يؤكد دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا في محادثات على هامش الاجتماع. في غمرة الاحتفالات بالمولد النبوي والسيرة النبوية الشريفة، نشاطات مميزة بمقر الخلافة العامة للطريقة التجانية بعين ماضي. ومن أضرار إبراز لدور الإمام في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال حفاظاً على وحدة الأمة. آلية دعم ومرافقة بتوجه مقاولاتي لفائدة الشباب حاملي المشاريع في مجال الصيد البحري بسكيكدا، وبالمغير تكييف نمط التكوين عن طريق التمهين لتمكين الشباب من ولوج سوق العمل. لكم منا أطيب المنى في أمان الله.